أستاذ يحيى أبو عبود، أريد أن أسألك في هذا الخصوص حول الانتهاكات الكبيرة التي يعني يقوم بها جيش الاحتلال والتي قام بها في شمال ووسط ويعني في خان يونس في عدد من المدن في غزة. اليوم يريد أن يقوم بانتهاكات جديدة ولربما مذبحة كبيرة في حق 1.5 مليون نازح في تلك المنطقة. هل هنالك إجراءات استعجالية لربما من طرف محكمة العدل الدولية لتتخذها لوقف هذه المذبحة؟ أشرت في بداية المداخلة أن الكيان الصهيوني ملزم خلال شهر من تاريخ صدور القرار التحفظي بتقديم تقرير يضمن اتخاذ الإجراءات التي تمنع من ارتكاب جرائم الإبادة. هذا في جانب. الجانب الثاني، القرار ألزم الكيان الصهيوني بمنع استمرار الحصار وألزم بعدم إعاقة المساعدات، وما يقوم به الكيان الصهيوني حتى هذه اللحظة هو مخالفة صريحة وواضحة لهذا القرار. وعلى الأمين العام للأمم المتحدة أن يصدر تقريره إلى مجلس الأمن حول هذه النقطة. كذلك الأمر، هذا القرار يعطي مستند قانوني للدول التي تتعامل مع الكيان الصهيوني بأن تتوقف عن تنفيذ التزاماتها معه، لأنه يرتكب حاليا جريمة الحصار الخانق والتي جرى إلزامه بعدم الاستمرار فيها، ويعطي الحق للدولة المصرية بأن تفتح من جانبها الحدود مع قطاع غزة. مصر ليست طرفا في التفاهمات التي حدثت في التسعينيات من القرن الماضي بين الكيان الصهيوني والسلطة الوطنية والاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بحركة العبور على المعابر الحدودية. هذا القرار يعطي أيضا لكل دولة أن تمتنع عن تزويد الكيان الصهيوني بأي شيء يؤدي إلى استمرارها قادرة على التنكيل بالشعب الفلسطيني. نعم. يعني هذا القرار في غاية من الأهمية كما ذكرنا. أضف إلى ذلك، من حق جنوب أفريقيا أن تتقدم بطلبات إلى المحكمة العدل الدولية وأن تطلب منها إصدار قرارات واضحة بوقف العمليات حاليا، لأن الكيان الصهيوني غير مستجيب. وفعلت جنوب أفريقيا، وأنا من هذا هذا المنبر الإعلامي المحترم، وكل الدول العربية والإسلامية والصديقة والدول التي تؤمن بحق الإنسان في أن يعيش حياة حرة كريمة، إسبانيا، بلجيكا، دول أمريكا اللاتينية، جزء من دول أفريقيا، جزء من دول آسيا، أن يتقدموا بذات الطلب إلى محكمة العدل الدولية. لا يمكن السكوت على موقف الكيان الصهيوني في تصفية حساباته الانتخابية.